للكاتب الكبير عبد الله بن بخيت في جريدة الرياض، قال كلمة: إذا فقد الكاتب حقه في الصمت فإنه الجحيم. أتفق وياك تمام الاتفاق عبد الله، كلمة رائعة. إليك الكلمة أبو سليمان، وعندك حق الصمت. لا، أنا الحمد لله قادر على أن أمارس حق الصمت في أي وقت. أنا كلمتي هذا المساء من خلال تصريح أطلقه الدكتور ماجد قاروب. الدكتور ماجد قاروب هو رئيس اللجنة الفنية، وهو أيضا نائب رئيس اللجنة القانونية وهو نائب رئيس لجنة الاستئناف. الدكتور ماجد تكلم عن أنه في قانونيين يتكلموا في الرياضة مشهود لهم بالكفاءة في تخصصاتهم، ولكنهم غير متخصصين في اللوائح الرياضية. فأنا يعني اللي يسمع هذا الكلام يا دكتور ماجد أعتقد أنك أنت اللي وضعت اللائحة الأساسية للفيفا. يعني أنت نفس الشيء، يعني أنت إنسان غير متخصص حتى في الرياضة، وباعترافك أنت أنك أنت كنت بعيد عن الرياضة جدا. يعني فأنا يعني أستغرب أنه يجي مثلا يتكلم مثلا، أنا أعتقد أنه مثلا يعنيني يعني الدكتور يعني الزميل فهد بارباع، يعني الزميل خالد براشد، يعني الكثيرين ممن تخصصهم قانون ويتكلموا عن الرياضة. أنا أعتقد أنه من باب أولى أنك أنت أيضا المفروض تتكلم عن نفسك أنك أصلا غير متخصص في الرياضة، مش فقط غير متخصص في اللوائح الرياضية، وإنما حتى الرياضة أنت وباعترافك أنك جاي تتعلم في هذا المجال. معلش بس سليمان، خليني أقاطعك هنا يعني وأسألك سؤال: هل الكلمة اللي قالها الأخ ماجد قاروب، يعني الكلام اللي تشوفه مية جارة، هل كان يعنيك أنت شخصيا في هذا؟ لا ما كان يعنيني. هو طبعا على فكرة هو تكلم عن انه في يعني هو بالعكس مدحنا على فكره. هو قال انه في ناس عندهم خبرات مثلا في قانون العمل، خبرات في القوانين هذا بسليمان في القوانين الاخرى، ومشهود لهم بالكفاءه في تخصصهم، ولكن غير متخصصين في اللوائح الرياضيه. هذا كلامه، يعني ينطبق عليك الكلام، يعني حسب يعني يوجه لك. انا كدراسه ماني متخصص في اللوائح الرياضيه، لكن ايضا اللي متكلم غير متخصص، مو فقط غير متخصص في اللوائح الرياضيه، حتى الرياضه يعني ما عايشها ولا عاش أحداثها، بعكس واحد مثلا. أنا طبعا هنا ما هي قضية هو وأنا، بقدر ما هي قضية أنه شوف كيف نوصل عندما نتكلم عن هذه المواضيع. أنه يعني ممكن يطلع لك واحد يقول لك هذولا ما يفهموا في اللوائح الرياضية. طيب من اللي يفهم؟ أنا ممكن أدرس اللائحة وأقراها كقانوني وأفهم فيها، صح ماني متخصص، ما درستها أو ما عندي مثلا شهادة في اللوائح الرياضية، كما هو الدكتور ماجد قاروب ايضا ما عنده شهاده في ولا حتى دوره في اللوائح الرياضيه. فاذا يعني نرجع نتكلم عن انه يا جماعه احنا بحاجه لناس متخصصين زي ما قال هو، بس هل الدكتور ماجد قاروب متخصص؟ بس هذا هو السؤال. هذا السؤال، ومن حقه يمارس حقه في الصمت. ما مدام ما اعتقد يعني من حقه انه يمارس الصمت. ما اظن. أبو زايد، أنا كلمة يعني عن الأمير نواف بن فيصل، ما في شك عندي أن الرجل يعمل بجد واجتهاد وبشكل صادق. يعني أنا مؤمن أن الرجل هذا صادق لكي يغير الكثير من لوائح الاتحاد السعودي، من الآليات، من اللجان، وسنشهد إن شاء الله في المواسم القادمة اتحاد سعودي جديد. في نفس الوقت لا شك عندي أنه مع بداية عصر الأمير نواف بن فيصل حدثت ثلاثة مشكلات أنا أعتقد أنها غير مسبوقة، ضخمة جدا، شخصيا لم أعهد بمثلها من قبل، اللي هي قضية الوحدة ونجران، وقضية نجران والتعاون، وأيضا القضية الأخيرة حقت الأهلي والشباب. قد أعزوها إلى سوء الحظ، يعني في أحيانا يصادفك سوء حظ أن في بدايتك تجد مشكلات كبيرة حقيقة، ربما فيها عدم توفيق في البداية، يعني مشاكل ربما لم تكن تحدث، يعني بشكل كبير التزامن كان سيء بالنسبة للأمير نواف. أنا أخشى من قراءة للأحداث الاتحادية الآن في هذه الفترة أن تكون هناك مشكلة رابعة وكبيرة وضخمة بمثل الأحداث الثلاثة هذه. من قراءة للأحداث الاتحادية يبدو أن الجمعية العمومية واختيار الرئيس ستكون مشكلة كبيرة. هناك انقسام بين أعضاء الشرف في مرشح واحد
أو بين بن داخل والآخر اللي هو الأستاذ أحمد محتسب. الأمور غير واضحة بشكل كبير. قرار تكليف سيؤدي إلى مشكلة كبيرة. نصيحة الأمير نواف فعلا أنه يرضى بالجمعية العمومية. يجب أن تكون هناك جمعية عمومية لكي يخرج الاتحاد من هذا المأزق. بشرط أن تكون هناك آلية جديدة مستحدثة لهذه الجمعية. آلية جديدة ولتكن مثلا يا أخي أي واحد يبغى يروح يصوت ليصوت لأي رئيس. مش ضروري ترجع العملية لقضية السنة. إحنا نتجاوز اللائحة بصراحة. اللائحة سيئة بمعنى الكلمة. لا يمكن أن تنتخب رئيس عن طريق الجمعية باللائحة الموجودة الحالية. وفي نفس الوقت لا يمكن أن يستقر الاتحاد من دون جمعية عمومية. إذن يجب أن تستحدث آلية جديدة في هذا الموضوع لكي يستقر نادي الاتحاد ولا تحدث فيه مشكلة، وأتوقع أنها مشكلة كبيرة. شيء بالشيء يذكر يعني، وأنت تذكر عن يعني الحديث عن نادي الاتحاد في حلقة من حلقات خط الستة، يعني استضفنا على الهاتف بوثامر وقال أنه بيرشح نفسه لرئاسة نادي الاتحاد. وصلتنا أخبار أنه لا، هو ممنوع أن يرشح نفسه. مدى صحة هذا الخبر؟ ونحن حاولنا اتصال بوثامر اليوم على أساس نعرف الخبر لكن ما جاوب على تليفون أخ سيد دهلال. تفضل. والله يا أبو زايد تظل إشاعات، يعني ما أستطيع أن أجزم بصحتها، لكنها يعني إشاعة قوية جدا، يعني مش إشاعة، يعني أحيانا تكاد تكون حقيقة. يعني عندما تتصل ببعض الأعضاء الكبار جدا يؤكدون لك أنه أبو ثامر لن يستطيع الترشيح. هل عندك داكيومنتس؟ هل عندك شيء رسمي؟ سمعت المكالمة التليفونية. مكالمة اللي... نعم، هو الأستاذ منصور قال إنه فعلا في مكالمة تليفونية. حقيقة ما عندي تأكيد في ناحية هذا الشيء. أبو ثامر بنفسه يستطيع من خلال هذه الانتخابات أن يؤكد صدق هذه المعلومة أو خطأها. يا أخي قبل الانتخابات هذه بإمكانه يجاوب على هاتف الأخ سعيد دهلال ونشوف إذا نسمع منه الرأي. أنا أعتقد التكليف هو هروب من هذا صراحة. يعني أنا تفسيري لتكرر التكليف في إدارة نادي الاتحاد مخالف للنظام على فكرة. صحيح. لأنه التكليف لمدة سنة هو هروب من هذا الشيء. هروب من أنه من أن تكتشف الناس أنه منصور البلوي لا يمكن أن يرشح نفسه. منصور البلوي وهذا حق من حقوقه كمواطن على فكرة، أنه إذا كان في منع يجب أن يصدر قرار بالمنع وحيثيات هذا المنع حتى يستطيع هو أن يتظلم من هذا القرار. أما أنه نهرب للتكليف باستمرار لنادي بحجم نادي الاتحاد سواء كمكانة تاريخية أو كإنجازات أو كجمهور، أنه يكلف سنويا الرئيس، هذا أنا أعتقد تفسيري أنه هروب من هذه المواجهة اللي يجب أن تكون واضحة. هل منصور البلوي من حقه كاتحادي وكمواطن سعودي أن يرشح نفسه لرئاسة هذا الاتحاد أو لا؟ بس في حاجة إذا كان ليس من حقه فيجب أن يعرف هو أولا. نعم. ويعرفون الناس كلهم. نعم. وجماهير الاتحاد أنه هذا الرجل ممنوع. ممنوع لماذا؟ في أمر مهم كده. هنا عنده إجراءات قانونية ممكن يتخذها. نعم. أبو زايد إذا كان ممنوع، ولذلك الرجل طلع وأنا سمعت تصريح الهاتفي قال لك أنا جاني مجرد تليفون لكن أنا أبغى قرار رسمي. أنا أعتقد أنه هذا حق من أبسط حقوقه. لا, 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 لا بس بالنسبة للهروب أنا أختلف مع أبو سليمان على اعتبار أنه كل من يؤمنون بقضية التكليف، أنا أحادثهم أحيانا، هم مؤمنين تماما أنه منصور لن يرشح نفسه، لن يستطيع الترشيح. يعني هي ما هي قضية هروب بقدر ما هي مشكلة، فجوة بين أعضاء الشرف، ما هم قادرين لا يختاروا رئيس معين. مختلفين الآن في بين بن داخل والآخر اللي هو محتسب. يعني قصته عن مسألة التكليف حتى أنا بقول لك أنه حتى المسؤول الأول من يكلف هو مؤمن أنه منصور لن يستطيع. هو يتكلم عن الهروب في مسألة التكليف أنه التكليف فقط. يعني افتح باب الانتخابات، أنا هذا اللي أقصده، لنرى إن كان بإمكان الرجل أنه يترشح كما غيره من الاتحاد. هذه حاجة مهمة أو لا، علينا أن لا نأخذ المكالمة على أنها حقيقة. هذه وجهة نظر منصور البلوي. لا بس المكالمة بالتأكيد مش صالح الطريق اللي اتصل به وقال أنه ممنوع من التسليم. هذه معلومة مش وجهة نظر. يعني من وين جت المكالمة؟ خلنا نعطي الطرف الآخر أيضا، الأمير نواف بن فيصل سؤل على الموضوع هذا وقال من حقه يرشح نفسه. يعني احنا أمام طرفين، واحد يقول أنا جتني مكالمة والآخر
طلع في التلفزيون وقال يحق له يرشح. إذن على منصور بلوي أن يذهب للترشيح إلى أن يمنع. ما فتح باب الترشيح يا أبو إبراهيم، الاتجاه الآن للتكليف وليس التكليف وليس لسه إلى الآن. لا لا، في الآن مصادر تقول، أنا سمعت إنه الرئاسة ستتجه إلى إن شاء الله إلى عقد جمعية عمومية، وهذا أمر جيد لو فعلت كذا. أنا أعتقد إنه أمر أنا جيد. أعتقد إنه عليه أن يدخل في، إذا صارت جمعية انتخابات عليه أن يدخل فيها ويشوف، لأنه في جهة يعني الأمير نواف فيصل يطلع يقول ما فيه مشكلة يرشح نفسه. حتى الأمير سلطان الفهد قال نفس الكلام. نعم، حتى الأمير سلطان الفهد قال نفس الكلام. يا أبو زايد، بالنسبة لقضية الاتحاد وترشيح الرؤساء، فهذا الأمر أنا أعتقد أنه لا تجيب عليه الرئاسة العامة لرعاية الشباب، يجيب عليه الأعضاء شرف نادي الاتحاد. أعضاء شرف الاتحاد كلنا نعرفهم ونعرف آراءهم ونعرف أيضا حبهم لنادي الاتحاد. مثلا تتركون هذا الأمر عايم، فالكثير بيجتهد والكثير بيحاول أنه يبرر، والكثير بيحاول أيضا أنه يصطنع أيضا دور البطولة. لكن في هذا الجانب بالذات نحن كمتابعين ننتظر الرأي من مجلس الاتحاد الشرفي، هو اللي يتحدث، ولا سيما كل مجلس رئيس أعضاء شرف له أيضا هناك مكتب تنفيذي، فهو اللي يوضح مثل هذه الأمور. أنا كلمتي اليوم أبو زايد متعلقة بالأحداث الأخيرة، أحداث الساعات. أي أحداث الأخيرة. كثير في أحداث. لا، الحدث الأخير اللي فصل فيه اليوم لصالح النادي الأهلي. طبعا ما حتحدث الموضوع بقدر ما تحدث عن طرف ثالث تبنى الموضوع ودخل طرف ثالث في القضية، وكأن الأمر معني به في وقت. أعتقد إنه الأمر كان معني بناديين فقط، ولا مانع أيضا لكل جهة تطرح وجهة نظرها، لا سيما الجهة الإعلامية. لكن عندما يدخل نادي من الأندية المنافسة والأندية المحسوبة أيضا على 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 على, على كل علاقتها على كل الأندية بالتوازن، وتتبنى رأي ضد رأي، فهنا ربما يكون مين يتبنى رأي ضد رأي؟ أنا بوضح لك الحقيقة. فمن تبنى هو نادي الهلال، وعندما أقول نادي الهلال فأنا أتحدث هنا عن عضو مجلس إدارة ومتحدث باسم النادي، وعن مدير مركز إعلامي اللي هو الزميل عبد الكريم الجاسر. شو ما كان يمثل الإدارة؟ كان يمثل على أنه اللعبة هذه إعلامي. خلني أكمله بعدين إذا عندك. لا، ما يمثل الإدارة. طيب خلني خلص. هو واحد من الإدارة. خلني أكمل. طيب. أكتب ملاحظاتك ورد. فأنا يا أبو زايد زي ما قال أبو إبراهيم، هي اللعبة والكلام ذا كتبنا فيه، لابد أن يكون هناك فصل. أما أن تكون صحفي في 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 الصباح وفي الليل تكون متحدث رسمي باسم النادي والعكس صحيح، فهنا زي ما قلنا أيضا وقال أبو سليمان وإبراهيم، أنه ظل هنا معايير مزدوجة يعني، أو ازدواج الشخصيتين في شخصية واحدة. عبد الكريم الجاسر مع الأسف الشديد منذ أن أعلن هذا القرار وهو أيضا ينافح عن نادي الشباب، وكان القضية معني بها الهلال وليس نادي الشباب. أبو إبراهيم كان يتكلم يقول أنه بيتحدث كصحفي، لا استضيف كمدير، وقدم في البرنامج اللي استضيف فيه مدير المركز الإعلامي وعضو مجلس إدارة ومتحدث الرسمي، لم يستضاف باسم أنه صحفي إعلامي الزميل عدنان جستين.